لكل متابعي قناة عالم المشاهير، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو اليوم سوف يكون عن شكل أبطال مسلسل سنوية الصفصاف بعد مرور 15 سنة على المسلسل. إبيلين كرهن، والتي مثلت دور أصلي في مسلسل سنوية الصفصاف، والتي أصبحت تبلغ حاليًا 38 سنة. إبراهيم كيندرجي، والذي مثل دور دينيس في مسلسل سنوية الصفصاف، والذي أصبح يبلغ حاليًا 36 سنة. أصلي إنفير، والتي مثلت دور ميني في مسلسل سنوية الصفصاف، والتي أصبحت تبلغ حاليًا 38 سنة. الداغان كوليجيش، والذي مثل دور إيفي في مسلسل سنوية الصفصاف، والذي أصبح يبلغ حاليًا 44 سنة. جيرين موراي، والتي مثلت دور سو في مسلسل سنوية الصفصاف، والتي أصبحت تبلغ حاليًا 37 سنة. فريد أكتوج، والذي مثل دور ميتين في مسلسل سنوية الصفصاف، والذي أصبح يبلغ حاليًا 44 سنة. ديدين إنسيليل، والتي مثلت دور جنول في مسلسل سنوية الصفصاف، والتي أصبحت تبلغ حاليًا 46 سنة. ألتان جوردوم، والذي مثل دور كيميل في مسلسل سنوية الصفصاف، والذي أصبح يبلغ حاليًا 64 سنة. سرب أباك، والذي مثل دور جوفين في مسلسل سنوية الصفصاف، والذي أصبح يبلغ حاليًا 41 سنة. إيجي أيدان، والذي مثل دور مراد في مسلسل سنوية الصفصاف، والذي أصبح يبلغ حاليًا 64 سنة. الجميل بويوك دي جيرلي، والذي مثل دور أتاكان في مسلسل سنوية الصفصاف، والذي أصبح يبلغ حاليًا 41 سنة. سيلين شيكيرجي، والتي مثلت دور فيزا في مسلسل سنوية الصفصاف، والتي أصبحت تبلغ حاليًا 33 سنة. أوزجي أوزبيرنشي، والتي مثلت دور أدا في مسلسل سنوية الصفصاف،
والتي أصبحت تبلغ حاليا 36 سنة. نيل جونال، والتي مثلت دور نورجول في مسلسل سنوات الصفصاف، والتي أصبحت تبلغ حاليا 41 سنة. لالي منصور، والتي مثلت دور ليرزان في مسلسل سنوات الصفصاف، والتي أصبحت تبلغ حاليا 66 سنة. ياسمين ألين، والتي أصبحت تبلغ حاليا 33 سنة.